طبيعة عملنا كانت في فترة الطوارئ هو دوام 24 ساعة مع مبيت في المختبر المتواجد فيه الأخصائي الطب المخبري. كان عندنا مسح في محافظة جنين حوالي 350 عينة، فكان شغل متواصل في اللباس البدلي تقريبا 4 ساعات متواصلة. غرفة الاكستراكشن هاي اللي احنا حاليا موجود فيها ممنوع يكون فيها اي اير كونديشن لانه ممكن يعمل سيركوليشن للفيروس، فكان درجة الحرارة عالية واللباس درجة حرارته لما يكون لاحد يلبس فترة طويلة بيكون عالي جدا، فكان مجهد جدا. فلما خلعنا الملابس كانت كلياتها تقريبا مي. اليوم بيكون 74 يوم من بداية الأزمة لحد الآن ما بتت في البيت ولا يوم. تواصلي مع العائلة كان معظمه على الواتساب والماسنجر. خلال هذه الفترة اللي هي روحت مرة أو مرتين فقط لتجهيز أمور خاصة في البيت لمدة ساعة أو ساعتين، وبعدها أرجع على رأس عملي في مختبرات الكورونا. طوال رمضان ما أفطرتش مع أهلي وزوجتي وأبنائي ولا يوم، برضو إشي صعب بيكون على الواحد. الأولاد عندي مفتقدين الأجواء العيد كاملة، إنه ما اشتريت لهم مثلا ملابس العيد والهدايا والألعاب تاعتهم، فهذه الأمور بمعظم الوقت لما يتصلوا على الواتساب جبت لنا ألعاب، جبت لنا هدايا. طبعا صعب الموقف هذه بتكون عنا. كل عام وأنتم بألف خير لزوجتي وأبنائي، لزوجتي وعزيزتي كل عام وأنت بألف خير. كنت خير سند لي في هذه الفترة، كنت الداعم المعنوي لي. بابا كان يتصارع مع الفيروس، لما أجا العيد أجا عشان اشترينا أواعي عيد، مشتريناش أواعي عيد ولا ألعاب. بابا كان في مختبر الكورونا. كل واحد كل شو اشتري، بدي سكوتر وفرد وأواعي عيد وزوزدان وخاتم ساعة وكندرة.